الحمد لله رب العالمين، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه. درس ديكو يشما درس كان انديمو كتاب دي التبرج وخطره لعبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى. هذا شما درس ديك انديمو ندستير ولا نغان الشيخ درس ديك فيلم ذكرانينا داجيكو درس ديك اندي منا دانينا نغوي كوني. قال الله وقال الله عز وجل: واذا سالتموهن متاعا فاسالوهن من وراء حجاب ذلكم اطهر لقلوبكم وقلوبهن. كمان دي فهذه الايه الكريمه ايه كم بواد نص واضح النص في تفرق في وجوب تحجب النساء عن الرجال وتسترهن منهم كون غاي حجاب تين زازك كم واي تين زازك تر كون غان اري كون 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 غان في تد واجب النص في تفرق واجب سين. وقد اوضح الله سبحانه وتعالى في هذه الايه آية ألن كمان دي بينجي أن التحجب أطهر لقلوب الرجال والنساء كمي حجاب تل شما زورو تاهرو كارو كونغايا كارو كمو يصورو وأبعد عن الفاح وأبعد عن الفاحشة وأسبابها شما زورو تنتتوية تنتي تدنو فاحشة سوادن فاحشة دا كندوتية. وأشار سبحانه كمان دي في شرزي إلى أن الصفورة أدي ما كم تين زك حجام زو كولتوزو خمام زو كولتوزو وعدم التحجب تين زاف فيتبا على خبث خبث ونجاسة بتي نجاسة ينكرها وأن التحجب شنم تا فيتل كم حجاب زكتر طهارة شمن مطهر وهي وسلامة شمن لواه بنلن. فيا معشر المسلمين يا سمن مسلمي تأدبوا بتأديب الله برزم تنو برزم على نديا برزم زنلن وامتثلوا امر الله نندي مثالون نندي غاو امريكا مانديا والزموا نساءكم ونون نندي كم واندوا بالتحجب الذي هو سبب الطهاره ووسيله النجاه. حجاب ترى تندي ام بونو شما حجاب شما سبب دون نمتايريا ادي ما سبب دون ديول دون كاتيا. وقال الله سبحانه وتعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. سورة أحزاب كمان دي والجلابيب دون مالم جمع جلباب جمع دون جلباب جلباب هو ما تضعه المرأة على رأسها أو لو كم يكلندر جناز ذكشنما وبدنها تين ذكشنما فوق الثياب كلا كازم ينتين ذا ذكشن معلش ما جل باب دو أمين أنقرو للتحجب والتستر به شلن فيتا شلن ستراتارو. أمر الله سبحانه جميع النساء المؤمنين بإدناء جلابيبهن على محاسنهن من الشعور وال من الشعور والوجه والوجه كمان دي أمرزنا كمواسم مصوى تين ذا جل باب ذا تين ذا كربو ذاكسا كندولين ذا فسكن ذا وغير ذلك وارن قرو حتى يعرفنا سنديان وتنصر بالعفة كلارون فلا يفتتن سندي فتنتين به ولا يفتن غيرهن فيؤذيهن أم قرن ذايا فتن تين ذا كذا أم قرن ذايا فتن ذا سندي أذيذين به. قال علي بن أبي طلحة عن يعني بن عباس أمر الله نساء المؤمنين كما يونو علي بن قال عن علي بن أبي طلحة ابن عباس كما حديث ذا أمر الله بنساء المؤمنين كما يكمام منا قلج إذ خرجنا من بيوتنا ذفن زنصرين في حاجة كلم بلا رسولين كلم بيا كلم بي دسوا يا رسولين هولنا أن يغطينا وجوههن فسكان ذا زكسا من فوق رؤوسنا كلن ذن كنتن بالجلابيب دين ويدنينا عينا ويبدينا عينا واحدا شنفلن فتذا شنفل كذا بس نعم شمنا نكتن مبا. وقال محمد بن سيرين: سألت عبيدة السلمانية شرك عن قول الله عز وجل يدنين عليهن من جلابيبهن أيمان ذو فغطى وجهه فسكن ذاك ورأسه كلان ذاك وأبرز عينه اليسرى شمز وفلاي فلن فرمز عرش ما أمر عرفتنا دو محمد بن سيرين سا عبيدة السلمانية صرنا. ثم أخبر الله سبحانه كما يحور ذي أنه غفور رحيم عما سلف من التقصير في ذلك
كمان دي اواد نمبو تونا نغاوي كم ذو قدنا نوني من ديم كم ذو قدنا نوني من فرمتم كم ذو قدنا نوني من حجاب زك حجاب بالن كم ذو قدنا ما عدا كما يغاورجن قبل النهي والتحذير منه سبحانه كاود انه دبت كمان دي دبتين برنو كاود انه وساجين برنو اواد نغاوي كم ذو قدنا ما عدا كمان دي غاورسنا غينا. وقال عز وجل والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خيرا لهن والله سميع عليم. يخبر سبحانه كما يندر حوراسين أن القواعد من النساء وهن العاجزات قواعد من النساء وهن سندما العاج العجائز كما أدنكم رسولنا نمورا سندر إسنا اللاتي سندنن لا يرجون نكاحا يا مرار ذبا لا جناح عليهن نياس مرن ذبا أدر لا جناح عليهن أي وباك سندن كلان ذن أن يضعن ثيابهن عن وجوههن كازم مفسكان ذاك ساي صدر أي وبا وأيديهن مفسكان ذاك ساي صدر أي وبا أما يأي إذا كنا غير متبرجات بزينة زين ذا في تتون قرون ديا فعلم نتن بذلك علا أن المتبرجة بالزينة كم دنهم زينا ذا في تتمالا تين ذا كاتو كتار ليس لها شر بادي أن أن المتبرجة ولو كم القرى يعني تنزل متبرجة بالزينة زين زر أمطر في تتوما لن كاتما ليس لها شرب عليها أن تضع ثوبها عن وجهها ويديها فسكن ذاك مسكن ذاك زكتبا دركات بليا زكتين وغير ذلك ألم قرن من زينتها زين زر تنزل زكتين وأن عليها جناحا في ذلك ألا أيوم بيديا ولو كانت عجوزا ولو كمرصر ولون يعني أين أنكروا كمرصر ولون يعني زين زر في تتوين ولون ما أيوم بي لأن لكل لأن كل ساقطة لها لاقطة أود أن سكرونا وسوق قط من زبي أو باتين مجمع وسوق قط من زبي شارع ما جمع أجاب قط من زبي كلا كلا سوق قطينيا بولا بولا س بابم بولا س كما بولا ما س سب سوق قطينيا أبيه وسوق سكرويا قط من زبي نيوان مجمع أركام شاس رانا بي نعاترو زك تري مانغلاو ولأن التبرج شكاتين دا يفضي إلى الفتنة فتنة كما ربسن بالمتبرجة ولو كانت عجوزا كمرصر ولون أي فكيف يكون الحال أي حالة ما مو بالشابة كفيرو غانا زيرو والجميلة كفيرو غانا زيرو إذا تبرجت سكتيا لا شك شوبة دي أن إثمها أعظم بيونزر زورو كمبو والجناح عليها أشد أي ودك لنزن دي أنا زورو التعليمي والفتنة بها أكبر شلان فتنة رشما كمبو وشرط الله وشرط سبحانه في حق العجوز كمان دي شرط زي حكي دونو كامو دونو كمو صدنا كامو قردنا يدن ألا تكون ودي والزي ديا ممن كام دونو يرجو النكاح نياتي مزنا والزي ديا وما ذلك أدن والله أعلم ألا ما نتعو إلا أن رجاءها النكاح نيامر رزنا والنو ما نياتي ما تنزي مرار تنزي يدعوها شابوذ إلى التجمل زايتيا والتبرج بالزينة زي زينة زدا في تتيا طمعا في الأزواج نيامر رتماتنا نغرب فنهي تشدبت عن وضع ثيابها كزمنذرن قلت عن مسمحة عن وضع ثيابها عن محاسنها صيانة لها ولغيرها من الفتنة أري ما ودي محاسن دوتين زيدا فيتن كزمودا قضي معنى زكستين زا أري ما الشدا شن قرن قد سدا سمسون زليور ثم ختم الآية كما آية لا تمونه بتحريض القواعد على الاستعفاف سنديلو نفتن نفسنا مديعي سنديا كلارون كما دي سنديان دلامجو وأوضح أنه خير لهن كما يفتزي أدم عاد استعفاف كلان زارو ترشمال يصير خير وإن لم يتبرجنا ولو زنا دا بفتزاني أي أمسر فظهر بذلك علم في جين فضل التحجب فضل لأنه كم يكتين زكتا والتستر بالثياب كزمنا ستراتا ولو من العجائز ولو كمر تاريار ولو كمر صار ولو نير وأنه شيء زكتر خير لهن شمسا دير خير من وضع الثياب كزمنا داقناتره فواجب أن يكون التحجب فواجب واجب شيء أن يكون والتري التحجب كم يسترع فيتري والاستعفاف كلان زارو تر عن إظهار زينة زين زافتتن خير خيرا شما خير للشباء زين زرافتتو كان روتو زين زرافتتو درو روتو زين زرا زكتر بمعنى نم جميل زرا نم جمال زرا يشرتنا صورة زرا زكتر خيرا شما خير للشابات من باب أولى ثم سؤال ما زكتر ما خيره شابا أمان كفيرة دونو غانا زيرو ألما داود من زين دانا ما أدر بابو أولان كراتين دلا زكت كمورسو أما زكتيا سندنا ما أدر ماني فيرو أنا داود من دانا ما أدر زكتر شما أولاو
وابعد لهن عن اسباب الفتنه شما زور تشنت دانو ديول دن سوانيا فتن الساتر تشن دن شما زور نتن تزين. وقال سبحانه وتعالى قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك ازكى لهم ان الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن او ابائهن او اباء بعولتهن او ابنائهن او ابناء بعولتهن او اخوانهن او بني اخوانهن او نسائهن او ما ملكت ايمانهن او التابعين غير اولي الاربه من الرجال او الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بارجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون. امر الله سبحانه في هاتين الايتين الكريمتين كمن دي آية ان دي درجة الا انقلانه المؤمنين والمؤمنات بغض الابصار كونغا مؤمنا كونغا يا مؤمنا كوايا سوشن ذا زكتشن ذا زكسا وحفظ الفروج فون ذا سلو وما ذاك ابي ما ندى الا لعظم فاحشه الزنا زنا فاحشا زين كم بنزي سون كمان دي عندها قلانه زكت تلو وما اود يترتب عليها من الفساد الكبير اود نشر كلتها بنا كرة بين المسلمين كتا مسلمين أود أن بنين كرة بنين دعنا دنا نغادر ولأن إطلاق البصر شم كان شم قلتود من وسائل مرض القلب وسيلاد أنه كروي نمكوسا كروي لانترا ووقوع الفاحشة فاحشة واتي على ما أنكرا كرود وغض البصر أما شم زكتارا من أسباب السلامة شما سواد أنه نروايو من ذلك أواد أنه لنم كنزنا أود جول كنزان يركضين دا جول دون نزد كاوين كرا جول دون نليوف نزد كرا ولهذا أدمر قال سبحانه كمن دعونا قل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون فقيدا كمن يقولون فغض البصر شما تكترن دالي وحفظ الفرج فوان زلو عدد أزكى شما زور تايرو شيئة دانو للمؤمنين مؤمنوا في الدنيا دنا والآخرة الإراس فون ذا شما زلو وإطلاق البصر والفرج فون ما أديما شمن ما قلت أو علي وزنرو فون ما يرم جنات أديما شمن ما أو علي وزن حرم زنا كرو عدد من أعظم أسباب العطب شما سو أو عاد النصر سو عاد إنه يتي كمبو زي لان كرا والعذاب عذاو كمان ده كندي ده عذاب تي سو زي لا كرا لان كرا في الدنيا دنا والآخرة ليراسون نسأل الله على قري العافية من ذلك كما دير النلفر على قري أمين على دي أسوي يلا دي مسلم جميع مسلمين نفسه على سوريا وأخبر عز وجل كما يحاور هذه أنه شيء خبير جد كده بما أود أن يصنعون يصنعه الناس أو أمس يكون دون صور شيء جد كده النتمة دي وأنه شيء لا يخفى عليه خافية أو قراتما يقراتي أبكي ما شرى قراتما با وفي ذلك سرعة بيجي تحذير وصل للمؤمن مؤمن من ركوب ما حرم الله عليه او عليه حرم زنا ركند او كمبا او عليه حرم زنا ديود ثور ريت ديا والاعراض ان قاو كلكت عما شرعه شرع الله له او عليه شرع زنا درون قاو كلكت ريت بيديا وصل بيديا وتذكير تكتين بيديا له شي مؤمن بان الله سبحانه يراه شاسرين ويعلم نذنا افعاله الطيبه وغيرها كندون زنجلا اي نوزنا كندون زدي كما قال تعالى كما دي بدو غزنا اي يعلم خائنة الاعين وما تخفي صدور الوران من غزنا اي وقال تعالى كما دي وما تكون في شأن وما تتلوه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيدون فيه كما دي غزنا اي ننقدر او دي من على رقراتي ما با انقلا مدى انقلا ما دي بي ما سمس على رقراتي ما با فالواجب على العبد كلاكن جين واجب سنة أن يحذر ربه كما ذرو ريتر واجب سنة ديا مسلم مؤمن كامر ولنو كوار ولنو كل كلاك كنجين وأن يستحي منه على رو ننقذ أن يراه على معصيته على إنم أشن ذن نيكرو درو نيكنتاذر نيكرورو ننقذ ديا أو يفقده من طاعته التي أوجب عليه أو أولنو نيرو تيتي كمان دي نيرو واجب يقلازن هذا الجواب على نيا على كنترو نيكرورو ننقذ ديا كمان رونو ثم قال تعالى كمن ديونه وقل المؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن قل لي يا محمد مؤمناك مؤيرو شمزا زكساريما فونزا سلو
فأمر الله كما يجلج المؤمنات مؤمنا جلج فأمر المؤمنات بغض البصر مؤمنا كما يدا شم ذا دكتور جلانو وحفظ الفرج فون ذا سلورة سنديا جلانو كما أمر المؤمنين فتو مؤمنا جلزنا يرو سبحانه بذلك علم صيانة لهن سنديان زلو أيرو من أسباب الفتنة سوى فتنة يصون سنديان زلو وتحريضا على لهن سنديرون دلمت كمان دي سنديرون دلمت كما كان بوين سنديرون دلمت أبي عن على على أسباب العفة والسلامة سبب وادنو كلا روا نلوا يدن كمان دي سنديان دلمت أولنو سبب كلا روا يصوى جاي سبب دنو نلوا فندو يصوى غيرو كمان دي سنديان دلمت ثم قال تعالى كمان ديونو ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها غير قال ابن مسعود إنه ما ظهر منها يعني بذلك ألن أول ما ظهر يعني بذلك ألن مرتنا عليه ما ظهر أو في تتنمى من اللباس كزمي فإن ذلك على معفو عنه شرب أفواته ومراده بذلك رضي الله عنه الملابس التي ليس فيها تبرج وفتنة كزمو دون كم جازك تبرج با أدي ما شلن فتنة با ما أدري شما مرتنا دو وأما ما يروى عن ابن عباس أو كراتنما رضي الله عنهما على كل دار أنه شفسر فسرنا ما ظهر منها إلا ما ظهر منها أو في تتنا بالوجه فسكا والكفين كرلي إنديا فهو شر محمول قتنا على حالة النساء قبل نزول الحجاب شما أولما قتنا وحلنا كما إذا سنة كو آية حجاب رزب تنين برنا وأما بعد ذلك أن قو آية حجاب رزب تنين فقد أوجب الله عليهن ستر الجميع كمان دي سيرو سما صاف فيتريح ثمان دي واجب شو كما سبق في الآية الكريم في الآيات الكريمات آية درجة كم ذكرنا من سورة الأحزاب وغيرها سورة أحزاب بها من قرون زائم كم ذكرنا ويدل دليل زين دي على أن ابن عباس أراد ذلك حتى ترى ما رواه عنه علي بن أبي طلحة كرادنا مع أنه شيء أمر الله قال عنه علي بن أبي طلحة دي أنه قال أنه أمر الله نساء المؤمنين كما يمؤمنين كما أدى قلانه إذا خرجنا من بيوتنا فاندان سرين في حاجة كلام بدأسر سرين أولون يعني أن يغطينا سندي زكسا وجوهنا فسكان زكسا من فوق رؤوسنا كلاندان كنت بالجلابيب دان ويبدين عينا واحدة شنفا لن بيا كل ذا سورنا ذا المرار ذا لذينا وقال نبها على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره شن قرآن ما قريق سيء أمس وفازاي من آل العلم والتحقيق وهو الحق الذي لا ريب فيه أرمى جرد نشران شعوبة مدونة كم يفزكان ذا شم ذا مقون ذا فزكان ذا ثم تضعك سر شن يا ولينا قضي شن فلن ومعلوم أنه تنادي ما أولون يترتبوا على ظهور الوجه والكفين أولو فزكا كم يكتا كردين زكتا ألو أولون كلتنا من الفسار والفتنة بنا فتنة لمدانا وقال تقدم كم ذكرنا قوله تعالى كوري كمين وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب الكرين كم ذكرنا ولم يستثني شيئا أبتما كمن دي والذي غير ذي وهي دوم برسطرين وهي آية محكمة آية محكمة فوجب واجب شريا الأخذ بها شرا تنتبه والتعويل عليها قو فرق رشنا أمسا بوتون شرو وحمل ما سواها عليها أو شن قرون دي شرو بوتون واجبتنا والحكم فيها عام في نساء النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهن من النساء من نساء المؤمنين هم دو كما كان جاي ملايا شن قرن سندين قرن كما مؤمن لا يسمى صازانا ديا وتقدم كم ذكرنا من سورة النور ما يرشد إلى ذلك وقال تمضينا كم ذكرنا وهو ما ذكر الله ذكره الله سبحانه وتعالى أولنا كمان ديشا سرتنا في حق القواعد وتحريم وضعهن الثياب إلا بشرطين شرطين أولنا كما سيدنا كرادنا كما تسكن دان كازمو دا سعاد كما حرم جو إلا شرط إنديان قرن أحدهما كونهن لا يرجون النكاح نعم رزا يولنا والثاني كني من عدم التبرج بالزينة زينة ذرا في تتين قرن أولنا ما ألا ندو سيد مرد يسكن كما كرادنا كما وسبق الكلام من كم ذو قدنا على ذلك كلا أدين وإن الآية المذكورة آية قلت كم ذو قدنا ما أدو حجة ظاهرة حجة في تفرق وبرهان قاطع برهان كم قطع دنقر كم قطع على تحريم صفور النساء وتبرجهن بالزينة كم حجاب قلتي حرمت دنقر كم قطع قلتهم في آية في تفرق وتبرجهن بالزينة على ما زينة ذا أمسر في تتولي حرمت دنقر فانتنا آية ويدل دليل على ذلك علو أيضا كرسون
ما ثبت عن عائشة رضي الله عنها في قصة الإفك قصة إنه حديث ذنو هي عائشة رو أيو كردانا منافقاي أيو كردانا ما أدري قصة شما قال أن عشي خمرت وجهها لما سمعت صوت صفيان فسكان ذا ذكون شيء سادن كودن صفوان ابن صفوان بن المعطل السلمي فان سكودا فان ذنن كلا فسكان ذا ككر ذكون وقالت إنه شيء كان يعرفه عشان نزنا دي قبل الحجاب كواي حجاب إذا بتشم رأي عيشة دان نزنا فدل ذلك علو جلل جو على أن النساء كمواد بعد نزول الحجاب نقاو آية حجاب رزب تنن لا يعرفنا سنديا نتمب بسبب تخميرهن وجوههن فسكن ذات ذات تلية ذكر أركم قامون داسو أرواني واني صغنانم نتمب رئيسو ولا نوان ولا يخفى قراتي لما وقع فيه النساء اليوم من التوسع في التبرج وإبداء المحاسن أود أن كمواز من لكوي شرط تقرون ما تين ذا كاتك كانم كل كات كاتا أري ما زين زين ذا في تتيا كونغالة زين ذا في تتيا أري فوجب واجب تريا سد الذرائع أود أن في تنا نيات ساتي نصات تتلو تكتي وحسم الوسائل المفضية إلى الفساد جول دنو بنارو نيات ساتي نصوا كم تري وظهور الفواحش جول دنو بن فاحشة تتتي وصوا كم تري واجب سنة دي أكلا كم ومن أعظم أسباب الفساد سواد كم بشلن بنواجين لان كرا وسفر شلن كرا خلوة الرجال بالنساء كم واقون قاتلو تلنا فلين كم واقوا نفلين تلو تمحرم ذي وسفرهن بهن من دون محرم محرم ذا بارو بلا ورتو شي سورو بنا أعادنو كم بو كم بو سوابا نيلن كرا وقال صح عن النبي صلى الله عليه وسلم إن كلي وزنا أنه قال أنه لا يخلون ورتلو زايد رجل كونغا فيما بمراتين كم فيها ما ورتلو زايد إلا ومعها ذو محرم من سير محرم ذنبير ولنا ولا تسافر المرأة وليكم بلا رزي إلا مع ذي محرم من سير محرم ذنبتون ونيا ورشيت لونتلون كم يسلو بلا رزي عليه الصلاة والسلام عليه الزن وقال صلى الله عليه وسلم لا يخلون رجل بامرأة فإن ثالثهما الشيطان تلوزي كامي كونغاي كامولا تلوزي نفلن ولوتا نفسي إلا سيكن يكمل الشيطان والجاو وقال صلى الله عليه وسلم ألا لا يبيتن وربوزي لرجل كلا عند امرأة ثيب نكام الزور إلا أن يكون ناكحا سيدي كامو شما دانيا امو نيا ورينا اندي فرسنا فلين بنوي او ذا محرم او محرم نمي سايبو ما جيا ورينا فلين بنوي رواه مسلم في صحيحه فاتقوا الله ايها المسلمون واحذروا على وخذوا على ايدي نسائكم يا مسلم اصر على رورينو مسكو كامو اندو ياتيو وامنعوهن سنديا دمنو ديا مما عودو حرم الله عليهن او كما يسير حرم زينا دم سنديا دمنو من السفور هجاب قلتا والتبرج كتا واظهار المحاسن نمزيرون زافية تتيا والتشبح باعداء الله من النصارى كلا دوا كما يو شامنت من النصارى نصارى ومن تشبه بهم أم سنديا سبنزنا واعلمون نوديا أن السكوت عنهن سندين كدكتل مشاركة لهن في الإثم تين زكاة حجاب قوزن بازك تنبا ألن كدكتل سنديرو شركتي ديا سنديرو كلتي ديا بيودن وتعرض لغضب الله قرات عليرو فسكتي ديا وعموم عقابي عقام زي عموم سمسوا فسكتين ديا كرا عفان الله وإياكم من شر ذلك ألا أنديان أنديا سمسوا كمان دي أنديا سلو شر الله وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين دينا لندنين أو كقولوا قلنا دا مقادا سادة أندي سمسوا تلترو دينا دا ألا كمان دي أندي سمسوا وسا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.